أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. بعد تدخل بطولي وفاة أحد ضحايا حريق الدوديات بمراكش، علمت مصادرنا من مصدر طبي أن أحد ضحايا الحريق المهول الذي هز حي التقدم بمنطقة الدوديات في وقت متأخر من ليلة السبت 29 مايو المنصرم لفظ أنفاسه الأخير مساء يومه السبت 5 يونيو بمستشفى الرازي بمراكش. ويتعلق الأمر بعامل نظافة أربعيني وأب لابنين، والذي لفظ أنفاسه الأخير اليوم متأثرا بحروق والإصابات التي تعرض لها إثر تدخل بطولي له لإخماد الحريق قبل انفجار قنينة غاز. وكان مصدر طبي قد أكد لمصادرنا في وقت سابق هذا الأسبوع أن 5 ضحايا يتلقون العلاج بالمستشفى بعد تعرضهم لحروق من الدرجة الثانية، فيما شخص سادس وصفت حالته بالحرجة نتيجة معاناته من حروق من الدرجة الثالثة، وهو نفس الضحية الذي فارق الحياة اليوم.